وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين حتى مساء يوم أمس السبت قد بلغ 182,543 شخصا. وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.